صباح الخير بنات شباب، طبعا كلكم تعرفون براند سان تروبي. هذا حق سيلف تان، وايد معروف وايد مشهور. انا صار لي فترة استخدمه لانه بحكم ان انا مثل بلندن ما في بحر ما في مكان اسوي تان فيه، فبوريكم. صار لي كم يوم قبل اتكلم عنه عدل، بوريكم. شوفوا اللون هذا، انا توني صابغه بسيلف تان على فكره، صار لي من اول ما وصلت اليوم بالليل قبل انام احطه، قوم الصبح اخذ شاور. اوكي، هذا الكيت اللي مسوينه سان تروبي اكسكلوسيف، بوريكم شلون طريقه تصير. اللي يبون تان ولون قوي يستخدمونه. طبعا هذا هو السيلف تان. اوكي، تحطونه 1 اور لايت، 2 اورز ميديوم، 3 اورز. انا شنو اسوي بنات، انا احطه قبل ما انام. طبعا لا تحطونه بايدكم لان هني راح يبقع، فلازم تلبسون هذه الليفه وتحطونه على الجسم. الحين راح اوريكم الطريقه، راح افتح هذه جديده العلبه، راح افتح هذه واوريكم اياها شلون تحطونها على الجسم. خيال اللون كهو، لاني ما شوي ورا، خلينا نشوفه. شوفوا اللون ينن ينن ينن. فانت ما سالتوني كنت تسوي تان ولا لا، ترى هو سيلف تان. وهني عندكم الشاور تان لوشن. اوكي، الحين بوريكم شلون بالضبط طريقه الاستخدام. تحطونه على الجسم مثل ما قلت لكم، انا احطه قبل النوم. شفتوا شلون تحطون كريم بالليل؟ حطوه كذي. والله حلو. اي، تنطرين ساعه يكون لايت تان، بس انا ليش احبه قبل النوم؟ لان احب اول ما اقوم اخذ شاور، فعشان يعني حتى اذا كانت في ريحه او شيء، هو ما في ريحه ترى، ريحته حيل عاديه، ريحه سيلف تان. شوفوا هو الحين اصلا عطى لون، تشوفون؟ بس ليش اقول لكم تستخدمون الليفه؟ الليفة وايد، شوفوا الفرق، شوفوا الفرق بين هني وهني. شوفون بالليفة وايد أحسن عشان إيدكم من داخل لا توقع. لما تخلصون من السيلف تان تحطون السان تروبي الشاور تانينج لوشن، هذا يعطيكم لمعة ذهبية على الجسم. وهم تثبت السيلف تان نفسه، فمهم إنكم تستخدمونه أز أباكج نفس الطريقة المحطوطة. مثل ما انتم شايفين الحين وريتكم تو فرق اللون، يعني خلال ساعة ساعتين خلاص انتي على قولتهم صابغة او انت صابغ. انا ليش احب احطه قبل النوم؟ ارجع واعيد نفس طريقة الكريم والماسك، لان احب اقوم ثاني يوم اغسل اتبح واحس انه صد صبغت. يعني قبل النوم انا احسه خوش وقت، وقت مناسب، وهم يقعد بالجسم فترة طويلة. طبعا هذا البرودكت راح تحصلونه عندي موجود بالبوتيك، حطيت لكم اياه الباكج، وايد راح تحبونه، وايد راح تستفيدون منه. وهذا الباكج مسوينه بسعر وايد حلو، بحط لكم الحين رقمه عندي بالبوتيك، والبوتيكي وصل للكويت وكل دول الخليج.